يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصور الفوتوغرافية التي تكون في الجوال وتصور بالجوال هل تدخل من ضمن الصور المحرمة؟ وهل يجوز بيع الجوالات التي تكون فيها كاميرا؟ وهل يجوز استخدامها في التصوير؟ الصور عامة، الجوالات وغيرها، الحديث ما خصص شيء، وآلة التصوير أيضا عامة، يحرم بيعها، يحرم بيعها إذا كانت خاصة بالتصوير. أما الجوال الذي تحتاجه للمكالمات والاتصالات فهذا تعطل ما فيه من التصوير، تعطله تعطيلا تاما، تعمل شيء يجعله ما يصور، ولا تركه واشتري واحد سادة ما فيها كاميرا. نعم، ثم تعطل هذه الكاميرا ولا خليها ما تصلح للاستعمال، وإلا اشتري شيء خالي من الكاميرا، وهو كثير ولله الحمد. نعم.